واحد او مرافعه على ديال اليوم. يمكنني ان اقول للاعلام المغربي المحترم في شخصي هذه المناظر الكبيره المحترمه انه اليوم وضعت نقطه نهايه لما بات يعرف بقضيه التزيوم المعالي. اليوم المحكمه المقرره خصصت هذه الجلسه للكلمه الاخيره للمتهمين. المتهمين جميعهم صرحوا في كلمة مؤثرة جدا ونابعة من أعماق قلوبهم، وكانت فعلا نبراتهم توحي للجميع بكونهم كانوا صادقين في كلمتهم الأخيرة. وكانت هذه الكلمة هي أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا. هذه الكلمة الأخيرة تخللتها آيات من كتاب الله عز وجل، وكل واحد من المتهمين اختار لنفسه ولكلمته آيات من كتاب الله عز وجل تتناسب ووضعه ومتابعته المصدر في حقه. هذه الكلمات التي أعتقد جازما بأنها نفدت إلى أعماق قلب الهيئة الموقرة، ولدينا يقين تام في الهيئة الموقرة، وكما عودتنا على ذلك في عدة ملفات ترافعنا أمامها، لأنها لن تظلم أحدا، وإن تبين لها البراءة ستنطق بها، وإن تبين لها الإدانة ستنطق بها. ولي اليقين تام أنا الأستاذ محمد أنها ستكون رؤوفة رحيمة به. إن شاء الله غادي أن نسمعه. أنا عندي إحساس وأتمنى أن إحساسي لن يخيبني أننا سنسمع حكما سيرضى به الجميع. وهذه المسألة لا علاقة لها بموضوع الاستئناف أو النقل. نحن كهيئة دفاع أو كدفاع ننصاع ونحترم الأحكام القضائية، والمشرع المغربي أعطانا المكنة في أن نستأنفها أو أن نطعن فيها أو أن نطعن فيها بالنقل، أعطانا هذه المكنة. لكن أنا وهيئة الدفاع معي في هذه القضية لنا احترام تام ليس فقط للهيئة الموقرة بل للحكم الذي ستصدر في هذه القضية، التي نتمنى أن يكون في صالح هؤلاء المتهمين، لأنه الكلمة الأخيرة في الأسبوع الماضي للسيد وكيل العام أعطتنا إشارات في كون أن النيابة العامة كانت هي الأخرى في إطار مداخلتها كانت رؤوفة رحيمة، وأن المرافعات هيئات الدفاع نفدت ليس فقط إلى قلب الهيئة الموقرة بل إلى كذلك سلطة الاتهام، إلى سلطة إلى السيد الوكيل العام الذي أشكره من هذه المناظر المحترمة على مداخلته القيمة وعلى ما بذله من جهد في هذه القضية وعلى سعة صدره وعلى ملائته وكفاءته. منساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.